وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمياط مراسل النيل الأخبار أحمد أبو الحسن. أحمد، كيف تتابع نشاط رئيس الوزراء اليوم وجولته في مدينة بميناء دمياط؟ يعني بعد التحية، بالفعل عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وهناك العديد من الملفات التي كانت على طاولة اجتماع المجلس، ولكن دائما ما يتصدر خلال هذه الفترة الأخيرة الملف الاقتصادي الاهتمام الأول يعني ملف الصناعة تحديدا الاهتمام الأول لمجلس الوزراء، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باهتمام الدولة بهذا الملف الصناعي بشكل كبير. يعني هناك تأكيد وحرص من الحكومة لتفعيل هذا الملف في العديد من اللقاءات والعديد من الاجتماعات المختلفة التي يعقدها بمجلس الوزراء. هناك أيضا إثناء كبير من الدكتور مصطفى مدبولي على الصناعات المختلفة التي تمت يعني خلال التي شهدها خلال الزيارة التي قام بها وافتتاحه نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنسخة الثالثة من المعرض السنوي للصناعات. في هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة المصرية على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة بهدف توطين الصناعات المختلفة وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة في العديد من المجالات. كما أكد أيضا رئيس الوزراء أنه يعني هناك يعني تطور ملحوظ في مختلف الصناعات المصرية خلال فعاليات الافتتاح لهذا الملتقى السنوي، وأكد أن رعاية السيد الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة يعني الأصيل بالنهوض في القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية. عقب ذلك سوف يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم وسيصل بعد قليل الى مدينه دمياط يعني التشغيل او الافتتاح الخط الملاحي الجديد بين مصر وايطاليا بين ميناء دمياط وميناء تريستا الايطالي بهدف تعزيز التجاره والاستثمار بين مصر وايطاليا. وهناك ايضا تاكيد وحرص من الدوله على الاهتمام ب يعني توفير كافة السبل للاستمرارية لضمان الاستمرارية لهذا الحدث الاقتصادي الهام الذي يعمل على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في المجالات الاقتصادية، وأيضا يعمل على فتح مجالات وآفاق جديدة لمشاركة القطاع الخاص، وأيضا يعمل على فتح أفق أخرى أيضا مختلفة لجذب الاستثمارات للأسواق المصرية وفتح الأسواق المصرية يعني للعديد من الاستثمارات الأجنبية وفتح الأسواق المصرية للانفتاح استعدادية للانفتاح الاقتصادي على ليس فقط على إيطاليا فقط ولكن على مختلف الدول المختلفة نظرا لتطوير الموانئ التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية ورفع كفاءتها في العديد من الموانئ المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى أن جعل مصر مركزا إقليميا استراتيجيا للتجاره و يعني للنقل والتجاره والانفتاح على العالم بشتى الطرق المختلفه وخاصه في مجال النقل البحري. نعم، يعني بعد الزياره سوف نوليكم باهم التفاصيل واهم ما يعني التصريحات التي سوف يعني أقول على ما سيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقب الافتتاح إن شاء الله. نعم، أشكرك الزميل أحمد أبو الحسن، شكرا جزيلا لك.